صباح النور عليكم من ايت بوك ماز في المغرب. سي ان فيلاج مانيفيك بعيد على الدار البيضاء بسبعة ساعات ونص. جيت هنايا مرة في العام كناخذ الوقت باش كنجي كنتقاد مع الدماغ ديالي باش كنعرف ندير البيلون تي باش شنو اللي درت مزيان شنو اللي ما درتش مزيان، شنو هما الاحلام اللي حققت شنو هما الاحلام اللي ما حققتش، شنو هما الحوايج اللي مازال باغي ندير، شنو هما الاخطاء اللي درت وكيفاش نصححهم. حيت سي تري سامبل، الا الواحد ما قدرش بوز في حياته باش يعرف شنو باغي يدير راه ما كيتم غادي ومدرم بحال شي بهيمه كما كنقولوا. اغ نو، ساعه ساعه الواحد خاصو يقبط ويحبس ويدير لو بيلون، يعرف راسو شنو اللي حقق شنو اللي ما حقق، شنو اللي دارها مزيانه مازال عاود يزيد يديرها في المستقبل، واللي ما دارهاش يحبس. اي جيت اوسي باش نتمشى، عزيز عليا انايا بحال المعيزات عزيز عليا نتمشى في لامونتان، دونك جيت ندير دو تريك. سوف كو قبل ما نجي مرضت، شكون الخلا جاتني اون توكسيكاسيون، وليدي تا هو مرض جبت له اس او اس ميتا. المهم دوزت واحد التصويمينه عجيبه اللهم لك الحمد، دونك فاليزه ديالي جمعتها لا علاقه مع داكشي اللي كان خاصني نجيب، كيفي جبت الصباط ديال التريكينغ صغير عليا، نسيت بزاف ديال الامور مي ما يهمش. المهم نهار الاولاني خرجت باش ندير التريكينغ، غير وكان ملي خرجت جبرت الصباط صغيور تلفت الصباط رجلي ما نعاود لكمش ولاو ليا قد هكا ما بقيتش قادره نتمشى، سكي فيك خليت الناس لو غروب اللي مشيت درت معاهم لو تريكينغ ودخلت اون اوتو ستوب. اون اوتو ستوب واحد الكاميو وقفت ما كذبش عليكم داكشي الرواج خيالي، طلعت مع المعيزات طلعت مع الدجاج طلعت مع البط، مي اون ميم طون شفت بما حنا بنادم سي سامبا اللي كيمكن لك بعض المرات في الضروره في الحاجه كتادابت لكاع لي سيتياسيون. وانا داخله ملي حطني الكاميون حدا في الفيلاج في القريه اللي انا فيها ما عرفتش كيفاش نطلع لوتيل، حيت لوتيل سان نيكولا جا نتوما جاو الفوق جا فريمون في لا مونتان و لو فيلاج هو دا لتحت. و ربي الحمد لله صوب تلاقيت مع واحد لي بتيت في بتيتات صغيورين عايشين هنا في الفيلاج اللي هما وصلوني تال لوتيل لي كولوج. بعدك كنهضر معاهم شنو كيديروا، لقيتهم كيقراو كيمشيو للمدرسه، وصافي كالمدرسه مسكينه بعيده عليهم. دابا حنا راه حنا في الشتاء في الصيف دونك الحال زوين غزال، مي تخيلوا معايا في الشتاء قالت لي مسكينه كيكون عندهم الثلج تقريبا حتى لهنا، عرفتي تقلعت ملي طليت هكا على رجلاتها لقيتها مسكينه لا تغي صباط ديال الميكا ما عندنا. جيت انا حيت صباطي من وسط الوتر عطيته لها قلت لها هكا بنتي انا صباط هذا دابا ما جانيش حيت انا خديته صغيور هكا غادي نخليه لك صافي. وتواضعت معاها وتصورت معاها وداكشي بسلامه بسلامه. خدت ليه غنعاود لكم شي حاجه غريبه وقعت، البنيته طالعه جات كتدق هنايا في الوطه كتقول خليك كملي واحد السيده خرج عندها وهي تجيب لي واحد الخنيشه فيها ستاد البيضات، عرفتي لحميت بورش علاش؟ حيت قلت واو السيده هنا ما عندها لا ما تاكل ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا ما والو، باش تطلع عندي بعدا هنايا خاصها تولو تاعها باش تهبط عاود تولو تاعها. ملي كنت كنهضر معاها قالت لي حنا كناكلوا اغلبيه الوقت الزيت البلديه الخبز، ساعه ساعه كنذبحوا شي دجاجه ولا شي حاجه، مي عندهم بيزيس داكشي ديال كل نهار هي الزيت البلديه وشويه ديال اتاي. اي عرفتي عطاتني درس فريمون، درس على الكرم، عطاتني درس على وفكرتني بزاف جداتي الله يرحمها ويوسع عليها، كانت كتقول لي واحد الكلمه وعندها الحق حيت هذه عاد حسيت بها، كانت كتقول لي شوفي بنتي اللي كريم اللي كيعطي من القليل كيعطي من الكثير، واللي ما كيعطيش من القليل ما عمرو يعطيك من الكثير. اي سي فري، هذا هو الدرس اللي خديت. السيده الناس ما عندهمش، عندهم القليل بورتون جبرات من هذاك القليل وطلعت ليا البيض، واخا كنت انا ما غاديش ناخذ داكشي طار لي هكا لا صافي شكرا حبيبه ديالو داكشي. الوغ اليوم بغيت فريمون نشارك معكم واحد لابرونتيساج، هادشي اللي تعلمته اليوم ديال فريمون اللي كيعطي ما كيربي ما كيخليهش مخصوص، وكيفاش الواحد بديت صغيره عندها 10 سنين عطاتني واحد الدرس ما عمرني نساه، اللي هو فريمون اللي كيعطي من القليل كيعطي من الكثير، واللي ما عمرو كيعطي من القليل ما عمرو كيعطي من الكثير. اليوم انا بغيت نطرح عليكم سؤال، واش نتوما كتسناو حتى يكون عندكم بزاف عاد كتعطيهم الوقت عاد كتعطيهم الفلوس عاد كتعطيهم الحب عاد كتعطيهم الحنان، ولا او كونترير عندك ما عندكش كنعطي؟ حيت اوني دابور اون سورس دو جينيروزيتي غير ساعه ساعه كنساو. دونك كانت معكم ناهد رشاد ايت بوك ماز، ان اندرو مانيفيك بلادنا عجيبه وكنموت عليها وعندنا مناظر فنين. الوغ كنتمنى لكم التوفيق، كنتمنى لكم تكونوا جينيرو القلب قد هكا، هذا هو والله يحفظكم.